إذاعة سلطنة عمان تقدم فرسان من عمان. وقال الراوي: يا سادة يا كرام، إن أهل عمان هم أهل الشجاعة والسلام، وأن سفينة أبحرت من هذا الميناء وراحت تنشر في الآفاق الضياء. اسألوا عن الخيل كل ميدان، هنا تصهر للمجد عزائم الفرسان. إنهم أهل الحق والحضارة والإيمان، لذا صاروا عبر الزمان هم الفرسان. إنهم فرسان من عمان. فرسان من عمان. التأليف الدرامي: مهند العاقوس وبسمة الخاطرية. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي. قصر العجائب. علاء فتى شجاع عمره 10 سنوات، يحب البحر والسفن والصيد، فأبوه بحار ماهر وصياد عتيق. يقصد أبو علاء البحر كل يوم فيسترخي ويصطاد السمك، وعلاء يرافق أباه في عطلة نهاية الأسبوع، كما تخرج العائلة كلها في نزهة بحرية أحيانا. يحب علاء اللعب بالرمال، يرسم ويكتب ويشكل أشكالا خيالية مبتكرة. ذات مرة صنع علاء قصرا كبيرا بالرمال، وحين رآه أبوه قال: هذا قصر العجائب. تساءل علاء: هل يوجد قصر العجائب في الحقيقة يا أبي؟ نعم يا علاء، يوجد قصر العجائب في زنجبار. قال الأب مبتسما: هذا مدهش، من بناه يا أبي؟ سأل علاء فأجاب الأب: بناه يا بني السيد برغش بن سعيد البساعدي. حدثني عنه يا أبي. قال علاء متحمسا. كان علاء متلهفا لكل ما هو متعلق بالقصور، ويقول لأخته نوال دائما: حين أكبر سأصبح مهندسا معماريا متخصصا في رسم خرائط القصور. فتشجعه نوال قائلة: يا سلام، إنه تخصص فريد من نوعه يا علاء، أنت دائما تحب التميز. هيا هيا يا أبي، حدثني عن شخصية السيد برغش البساعدي. قال علاء متعجلا، فبدأ الأب الكلام مفتخرا: عاش السيد برغش في زنجبار، وكان والده السيد سعيد بن سلطان حاكما عليها، ثم تولى هو الحكم بعد أخيه ماجد. كان السيد برغش شجاعا وذكيا، شهدت البلاد في عهده تطورات ثقافية وعلمية واقتصادية كبيرة، وكان متسامحا ويأخذ بالمشورة في شؤون الحكم، ويشجع العلم والعلماء، وهذا الذي ساعد على ازدهار الحركة العلمية في زنجبار. وقبل أن يكمل الأب كلامه اقترب منهم العم عبد الله الصياد، حياهم مبتسما: سمعت حديثكما الشائق من بعيد، فاقتربت منكما لأشارككما الحديث. تفضل يا عمي. ما شاء الله، سمكة كبيرة. قال علاء متعجبا، فابتسم العم عبد الله وقال: للتو اصطدتها، بحر عمان فيه خير وفير وسفن مهمة أيضا. قال أبو علاء مبتسما: هذا صحيح يا أبي، ومن أهم السفن العمانية السفينة سلطانة التي أهداها السيد برغش لأخيه السيد تركي، حيث كان يحب تبادل الهدايا مع إخوته. هكذا قال علاء،
وأضاف أبو علاء: ومن المهم أن نعرف أن السيد برغش أسس المطبعة السلطانية وعمل على طباعة عدد كبير من الكتب. ثم أردف علاء: كما أنه قام بأعمال مهمة في زنجبار، منها إصلاح الطرقات وإدخال الكهرباء إلى الشوارع والبيوت، وأدخل التلغراف، ووفر النقل البحري بين زنجبار وبامبا، ولا ننسى أنه كان مولعا ببناء القصور مثلي. قال علاء مازحا، ثم لفت الأنظار مجددا نحو قصره الرملي قائلا: انظر يا عمي، لقد قمت ببناء قصر من الرمال. أوه، يا له من قصر، يوما ما يصبح حقيقة يا علاء. قال العم عبد الله: هذا صحيح، يوما ما سيصبح حقيقة، فالأمنيات تتحقق بالإصرار والجد والاجتهاد، وأصبح أنا والد مهندس القصور العماني المشهور. قال أبو علاء فخورا بابنه، بينما كان علاء يكتب على رمال الشاطئ وتحت نور الشمس أسماء فرسان من عمان: فرسان من عمان، محسن علي، عصام الزجالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، عائشة البلوشية، وزكريا البطاشي. فرسان من عمان. من عمان. التأليف الدرامي مهند العاقوس وبسمة الخاطرية. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.